قاسم، لأنه هذه بيني وبينه أمور. تفضل. عنده قصيدة اسمها سيد الكون أبانا، تفضل. اسمع أدبه مع الله عز وجل. سميح القاسم يمجد في صحف المسلمين ويستهزئ بالله سبحانه وتعالى. في قصيدة له اسمها سيد الكون أبانا يقول: يا أبانا، يا أبا أيتامه مل الصلاة، يا أبانا نحن ما زلنا نصلي من سنين، يا أبانا نحن ما زلنا بقايا لاجئين، إلى أن يقول: يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء، لن نصلي لك كي تمطر قمحا، إلى أن يقول: لا تركعوا، لا ترفعوا أيديكم إلى السماء، تدمرت واندثرت أسطورة السماء، إلى أن يقول: ومشيئة الرحمن والأقدار بعض من نفايات القرون، إلى أن ختم وقال: وفي أي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار وبالدخان وبالشرر. أيليق هذا بالله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل بعلمه السابق حينما كان سميح القاسم، وحينما كان نزار قباني، وحينما كان أمل دنقل، وحينما كان البياتي، حينما كان هؤلاء الملاحدة، أنا أقول كانوا يتقلبون في أرحام أمهاتهم خلقا بعد خلق، كان الله يعلم أنهم سيخرجون ويستهزئون بالله عز وجل، والغالب في هؤلاء أنهم الآن كلهم بين يدي الله عز وجل. هؤلاء يمجدوا وهم يشتمون الله عز وجل. فالشاهد أن نحذر وأن تخرج الفتاوى في هذه الأمور التي، يعني اسمح لي، يعني وإن كانت هذه الفرقة التي ذكرناها على ضلال، حتى الشيعة، لكن ما وصلوا إلى هذا الكفر البواح، حتى الشيعة تستنكر هذا ويمجدون في صحف المسلمين بأنهم يعني عظماء وأنهم رمز الشعر والأدب. ولا يأتي إنسان كما قيل لي: يا أخي أنت أشفهمك يا أخي، ها المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشعر. نقول: لا، هناك من المصطلحات التي لا يحتمل فيها التأويل. إذا قيل الله فلا يقصد بها إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى، إذا قيل الأنبياء، إذا قيل المرسلين فلا يقصد بها إلا الله. شاعر منهم يقول: إله فرت مآذنه، فرت كنائسه، وفر الله مذعورا، وفرت جميع الأنبياء. هذا لا يحتمل. حينما يقول الكنائس أو المآذن يطلق لمعنى واحد، لا يحتمل التأويل. طبعا هذا يعني هذه واحدة من المدارس التي خرجت ردة فعل من التسلط الكنسي الذي كان يقوم بلا دليل، ولد هذه المدارس الإلحادية والكفرية التي ذكرناها.